اليوم في مقاربة رفح في جانبين، يعني الجانب السياسي الداخل الإسرائيلي وأيضا العلاقات مع مصر والجانب العسكري. بداية في الجانب العسكري، ما الذي يمكن أن يحققه نتنياهو في رفح، وما هي فرصه في تحقيق أي من هذه الأهداف، وهل سيستطيع إذا لم يحقق هدفا الاستكانة والقول بأنه انتهت الحرب على هذه الشاكلة؟ أهلا بك يا أستاذة حنان وبالضيوف الكرام. أهلا كالعادة بك. لا أشاهدكم، لكن بالإمكان بالتأكيد تصور الأستوديو. بداية سنبدأ من أمريكا. لا أعتقد أن أمريكا تعارض عمليات إجرامية لجيش الاحتلال في رفح. ما توصل إليه هو أنه بالإمكان نتنياهو أن يستمر في جرائم العرقبادة، في هذا التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ولكن بتكتيكين. أولا بالتقسيط. وماذا أقصد بالتقسيط؟ هناك استراتيجية اسمها سلامي تكتيكا. السلامي طبعا هو نوع من اللحوم المقدمة جاهزة بالسندويشات، وهذه تقص شرائح رفيعة جدا، ولكن أصبحت تورية لاستراتيجية هي بالأصل من استراتيجي يهودي هنغاري في الحرب الباردة، وبالتالي هي بالعبرية تسمى شتاتها سلامي، وهي معروفة بالفكر اليهودي الإسرائيلي. كلما أراد شخص إسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي أن ينفذ عملية معينة لا يريد أن تجذب إليها صراخا واعتراضا كبيرين، يقوم بطريقة السلامي، قص هذه الشرائح الواحدة تلو الأخرى، ولكن باستمرار، لأنه عندما سيكولوجيا عندما يتم قص شريحة ضعيفة واحدة لن يقوم العالم عليه. يقول كما قال بايدن في الساعة الأخيرة، نحن ضد عملية كبيرة في رفح، ونحن لا نرى حاليا أن هناك عملية كبيرة. إذن أن بايدن يكذب، وبايدن يؤيد عملية إجرامية إسرائيلية في رفح، ولكن على طريقة السلام، على طريقة الشرائح بالتقسيط الواحدة تلو الأخرى. الآن باعتقادي ومن قراءة معمقة ويومية الساعة تلو الأخرى، مما يقوله نتنياهو وكل ربع وعصابة الإجرام التي يقودها نتنياهو، أعتقد أنهم لن يتوقفوا. هم يريدون الاستمرار بهذه العمليات، والاستمرار بشكل حتى لو ممكن الاستمرار فيها سنوات. يعني مما نذكره هو أنه بالماضي أسموا معارضي الغزو للبنان ما يسمى بهابوتسها لبنوني، الوحل اللبناني، أي أن جيش الاحتلال دخل إلى الوحل اللبناني، ظنوا أن عندها أخذهم شارون وبيجن عندها أن الموضوع سيستمر عدة أسابيع، واستمر 18 سنة لغاية أن جاء إيهود باراك وأمر بالخروج منكسرين ومهزومين من لبنان. وأعتقد أن نتنياهو، ولأسباب عديدة تخدم نتنياهو وسياسات سارة نتنياهو، أنهم يريدون الاستمرار واستمرار الحكومة، والحكومة لن تستمر إلا بوجود سموتريتش وبنغفير. إذا نتنياهو يريد أن يرضي أيضا سموتريتش وبنغفير ويرضي أجندته، وبالتالي سيستمر بمحاولة السلام والقتل الممنهج في هذه الجرائم، جرائم العرقبادة في قطاع غزة. إذا ليس هناك، وسأتوقف هنا، ليس هناك أي تناقض، لا أرى أنا شخصيا أي تناقض بين الاستراتيجيات الأمريكية والإسرائيلية. كل ما أراه هو أن هناك فرق تكتيكي يظهر بالإعلام، ولكن نعم، ولكن بالمقاربة بمتابعتك ومعرفتك للعقل الإسرائيلي وأيضا للتاريخ العسكري الإسرائيلي وتاريخ الحروب، هذه العملية في رفح
رفح، سواء كانت بمنهجية تكتيك سلامي كما قلت أو هذا المنهج الذي يعتمده الصهاينة، أو إذا كانت دفعة واحدة، إذا كانت كلا الطريقتين، ما الذي ستضيفه في هذه المعركة من إنجازات لنتنياهو وجيشه؟ هذا سؤال ثاقب بالفعل، ولكن ننوه أيضا أنه مثلا من الناحية التكتيكية بايدن منع تزويد الاحتلال بقنابل 2000 طن، لأن هذه كانت، وطبعا استعملوها في قطاع غزة قبل ذلك في الأشهر الماضية، ولكن بايدن وإدارته يعرفون تماما أن استعمال هذه القنابل سبب تحولا كبيرا بالرأي العام. وأكيد شاهدتم مؤخرا أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي اليهودي الصهيوني المتطرف عندما قال في لقاء صحفي قبل أيام، قال نعم نحن خسرنا المعركة الإعلامية، ولذلك لا يهمهم عدد الضحايا الفلسطينيين أستاذة حنان، ما يهمهم هو ألا يتغير الرأي العام وينقلب على الاحتلال الإسرائيلي وعلى النظام الأمريكي، ولكنه انقلب في أرض الواقع أستاذة حنان، وسأكون مقتضبا، في أرض الواقع نتنياهو لم يغير من غاياته الكبرى ومن أهدافه الأصغر. غاياته الكبرى بالتأكيد إنهاء القضية الفلسطينية، القضاء على قطاع غزة، تهجير سكان غزة، أو على الأقل محاولة تهجير سكان غزة، والسيطرة على قطاع غزة وتحويله إلى هونغ كونغ اقتصادية، ميناء وسواحل إلى آخره. ولكن أهدافه الصغيرة بقيت كما هي عندما تكلمنا منذ عدة أشهر، بقيت واحد أن يحظى بلحظة عرفاتية، أي أن يخرج السنوار كما أخرج عرفات من بيروت عام 82، اثنين اللحظة الصدامية، أي أن يحاول أن يقبض على محمد ضيف أو السنوار مثلما تم القبض على صدام وأسموها بسبايدر هول باللغة الإنجليزية، أي أنه كان في نوع من الحجرة، حجرة العنكبوت، وثالثا إذا أمكن وأيضا هذه لحظة صدامية با أن يتم قتل السنوار ومحمد ضيف مثل قام الأمريكان بقتل قصي وعدي صدام حسين. هذه هي أهداف نتنياهو وغاياته باختصار. ماذا أستاذ غسان صعود إذا لم يستطع نتنياهو أن يحقق أي من هذه الأهداف؟ إذا لم يستطع تحرير الأسرى، إذا لم يستطع أن يصطاد أو أن يستهدف قادة المقاومة، وقبل ذلك لم يستطع التهجير، وكان يعني عدة مواقف أسقطت هذا النهج لدى نتنياهو، كيف ستكون النهاية بالنسبة للإسرائيلي؟ هيك الإسرائيلي أمام خيارين، يا نهاية سريعة ويعلن فيها هزيمته بسرعة، يا هزيمة طويلة الأمد. يعني هو يا اليوم بده يروح يصارح الإسرائيليين أنه أنا أعجز عن حمايتكم سواء في مواجهة غزة أو في مواجهة لبنان، أو بده يروح لاستنزاف طويل بدل ما يعملها بشهرين أو بثلاثة أو يعملها من 200 يوم، واضح أنه بده يروح يعملها على المدى الطويل. فهو بتقديري رايح يقعد بغزة لكي تنسى الناس أو ينسى الرأي العام السابع من أكتوبر كلما مضى الوقت؟ لأنه هو أول شيء هو افترض أنه هو قادر يعمل شيء، قادر يجيب نتيجة، هذه النتيجة واضح أنه ما قادر يجيبها. فهلأ هو بدل ما يقول للإسرائيليين صارحهم أنا ما ماشي حالي، بده يروح يقعد بغزة. يقعد بغزة يعني استنزاف طويل كتير، كمان ما ضامن، يعني مثل ما كان ضامن من 200 يوم شو عم يعمل، هو مش ضامن أنه بعد سنة بيكون تخلص من حماس حتى لو قعد بغزة، بيكون هيدي فاتورة هو عم يدفعها كتير كبيرة. وبالتالي الإسرائيلي أمام يا بده يخسر بسرعة يا بده يخسر كتير، ما في خيار الربح، يعني يا بده يخسر على المدى الطويل يا بده يخسر على المدى القريب. هلا من 200 يوم كان الرأي العام الإسرائيلي يؤيد الحرب ويؤيد اجتياع غزة ويؤيد بنسبة تتجاوز 92%، نحن اليوم ما عم نوصل ل 50%. فهو أيضا اليوم عارف أنه أنا إذا رحت لانتخابات رح أخسر انتخاباتي لأنه الناس بطل بدهم حرب، وما قادر يقول لهون الناس أنا بدي أوقف الحرب، يعني لا قادر يكفي ولا قادر يوقف. لهيك السيناريو اللي إذا بدك الأكثر عقلانية أنه هو حين تنتهي العملية العسكرية في رفح،
بده يجرب يثبت نقاط معينه ويقول انا قاعد، يعني ما في يقول للاسرائيليه انا خلصت. نعم. لانه ليخلص بده يكون عمل انجاز، لا قادر يجيب اسرى ولا قادر يجيب قاده حماس ولا قادر ينهي التنظيم العسكري تبع حماس، فبده يقول لهم نحن عملنا العمليه العسكريه وهلا نحن ثابتين بغزه لانه في عمليه من نوع اخر بدها كثير وقت. مشكلتنا انه هو بده يقنع راي عام موتور، بده يقنع راي عام قلق، بده يقنع راي عام وجوده بالدق، يعني وبالتالي ما قدر يقنعهم. لهيك ما في سيناريو واحد يقول لك ايه انه غزه رايحه بهذا الاتجاه. هو امام راي عام قلق غير مقتنع، مش بده يقنع اللبنانيه، لو بده يقنع اللبنانيه هينه، في نص اللبنانيه بيقتنعوا، بس بده يقنع الشعب الاسرائيلي الذي لا يمكن اقناعه اذا بدك بربع انتصارات او باخبار وهميه. نعم، بما انه يقوم بكل يعني هذه الاعمال العسكريه توجها للرأي العام الداخلي الإسرائيلي، دكتور مكرم الخوري مخول، ما الذي يمكن أن يقنع الإسرائيلي اليوم؟ وماذا لو انتهت يعني لغاية اليوم، نتحدث نحن في الشهر الثامن لهذه الحرب، تباينات إسرائيلية كبيرة، خلافات إسرائيلية كبيرة، ومع ذلك لم تستطع القاعدة الإسرائيلية أن تنتج بديلا لنتنياهو على الأقل لغاية الآن. استطلاعات الرأي تظهر أنه ما زال يحوز على الأكثرية. هل انتهاء عملية رفح دون تحقيق أهداف ستسهم بهذه بتسريع نهاية نتنياهو أو إنتاج بديل له؟ سؤال ثاقب دكتورة حنان، وهنا نقول أنه اعتمادا على دراسة شخص نتنياهو لمدة تفوق 3 عقود نقول أنه لا يكل. ودعونا نكون صريحين، أنا لست ممن يظنون أن نتنياهو سينهي حياته السياسية يوم غد أبدا. منذ 3 أيام درست أكثر من 3000 تعليق على تغريدة قام بنشرها نتنياهو بالعبرية، وما زلنا نحو يعني بشكل ربما ليس دقيق 100% نحو 55% من التعليقات. طبعا ممكن أن نقول أن هذه التعليقات من شركات تعمل بالهند، وممكن أن نقول أنها مدفوعة الأجر، ممكن أن نقول أشياء كثيرة، ولكن بالفضاء العام ما زال هناك نحو 55% من التعليقات تثق بنتنياهو وتعلق حياتها بنتنياهو. لأننا يجب أن لا ننسى هو ماكر مراوغ كاذب مهني، هذه مسألة معروفة جدا، لم يدرس إدارة الأعمال والتسويق، تخصص بالتسويق في إدارة الأعمال في MBA في أمريكا، ودرس السيكولوجيا هباء ونجح بداية، وكان كما تعرفون كان مدير تسويق شركة فرشات في البداية، ولكن هذا لا يقول أنه لا يمتهن ولا يختبر. إذن ما أقوله هو أنه يلعب على 3 أمور دكتورة حنان. الأولى هي أنه ما زال هناك أكثر من نصف من الرأي العام الإسرائيلي بقبضته. ثانيا هو يعرف كيف يدير الحلبة الأمريكية، ويعرف أن أمريكا الآن قادمة على انتخابات رئاسية، وبالتالي يلعب على الوتر ما بين بايدن وترامب، وأن نحن نعرف أن ترامب على السقف، بداية قال هذه حرب مجنونة يجب أن نوقفها، ولكن بعد قليل قبل يومين قال ترامب هذه معاداة السامية يجب أن نحاربها حتى لو اضطررنا أن نفرض مرة أخرى قانون عقوبة الإعدام. تصوري أين وصل ترامب. إذن نتنياهو، أنا لا أعتقد على الإطلاق أن نتنياهو سينهي حياته السياسية لغاية أبريل القادم، أمامه سنة، ولكن طبعا هناك، وهذا سؤالك الأصلي كان، ما الذي يمكن أن يسقط نتنياهو؟ يعني دكتورة حنان، وبصراحة أنا أتكلم الآن مهنيا ولكن أيضا أخلاقيا، لست مع إراقة الدماء، ولكن أقول أنه لن يوقع ويسقط نتنياهو إلا ازدياد عدد القتلى الإسرائيليين من مدنيين وعسكريين. هذا الشيء الوحيد الذي سيظهر وسيأخذ يعني الساحات مئات الآلاف من الإسرائيليين. لم نشهد لغاية الآن، وسأني هنا دكتورة حنان، لم نشهد لغاية الآن نحو الآن، طبعا الأعداد مختلفة، هناك من يقول كان 250 ألف، هناك من يقول كان 500,000 في أعقاب
الحرب في لبنان ومجزرة صبرا وشتيلة، عندما طبعا تم تنظيم مظاهرة كبيرة للغاية. لم نشهد مظاهرات من هذا النوع لغاية الآن، ولا حتى ربع هذه المظاهرات. لغاية أن تقوم مظاهرات إسرائيلية وتقتحم ما كان يسمى بكيكار ملخي إسرائيل وأصبح يسمى دوار رابين عند بلدية تل أبيب، لن يحصل أي تغيير، لأن المعارضة الإسرائيلية مهترئة وضعيفة جدا، لا بل جزء منها ينصاع وجزء من الكابينيت الحرب لنتنياهو. نعم أستاذ غسان، يعني تفضل. أكيد أنا بقول نحن بنستسهل نقول هو المشكل مع نتنياهو. نحن أمام شعب إسرائيلي ترك بلاده وترك الغرب وترك الدول. نحن ما عم نحكي عن 1940، عم نحكي عن 2022 و2023 و2024، عم يترك الغرب وعم يجي تيعد بضيعة ما فيها أي مقومات حياة، ما إله فيها أي شيء تيقول هذه الضيعة لإله. فنحن مشكلتنا مع هذا الإسرائيلي. هذا الإسرائيلي ما بده نتنياهو يرجع لورا. هذا الإسرائيلي مشكلته أنه نتنياهو ما قدر يقضي على حماس، بدي حدا غير نتنياهو أكثر كفاءة بالقضاء على حماس. يعني ما في عند الإسرائيلي غير مخير أنه أنا فيني أعيش هون بلا ما أكون مجرم، بلا ما أكون محتل، بلا بلا بلا. إذا أنا بدي ضلني أعيش هون بدي حدا يترجم لي إياه.